الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أبو بصير عتبة ابن أسيد وسحابي سديتني شنات وسحابي رنت التاريخ ليس مهم أي تهي ما دام أي لعذبي السجا وقيب وكاها تشريعات فربضاً السياسة الشرعية اللي حررتها ما أنت وحبضاً لبوسر قويو قضايا فربضاً ومضاء إيشيس هذا للي لنا يدتك كالي ويحي لم إذا وحارنتي قيبك صلح لما قام بعد صلح الهديبية ويسوقنا مركا رنتي قيبين ورنتي تشريع عسو بإذن الله سبحانه وتعالى سببتي سكاها أبو بصير النبي يقول ويل أمه من مسعر حرب لو كان معه رجال ونكا كانوا دقال كعين أغا وأن الرجل عن وأهيس هذو ذهيل لها من سهل ما من دبير شدا ما هم بيدنا صلى الله عليه وسلم الضبا قصة سيكون باللابات في السنة السادسة للهجرة سنة كي لحادة هجرة الملك الجاري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بألف وخمسمائة من أصحابه ميممين وجوههم شطر المسجد الحرام يريدون أداء العمرة سنتك اللي حادة هجرية ذا يعني النبي يقول الله صبح يكون يشم بقل وصحابة ديساء إيو وكس عضا حقا المسجد الحرام ربنا إن عمره قتان شلنا وطان صوت المعني لكن آد مينا شرحين أنو لسو درسي كان كون يشم بقل بيهايين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال سوء آدي عمره فما أن علمت بهم قريش حتى عقدت العزم على أن تصدهم عن دخول مكة مهما كان الثمن غالبا أو غاليا قريش مركي وقعدين إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضد كسو جيرو صوص صعدا إن الله صعدان كن يشم بقول سحابة ديساء وحاي هوس كحريق دين قعنا إكو قاتين إن نبي محمد هي سحابة ديساء إنه يسان لقصو لقين بيتك إلهي وكعبادة آني سوق قرين بابادة كحرطة مهما كان الثمن غاليا إنت هو كلفكت وهو كلفت يعني حتى الثمن وإن كان باهظ صوت دونا وحن نقضيه إن البابادة كحرطة قوان كاسيوس كحرطة لكنها آثرت أن يتم ذلك صلحا إذا وجد للصلح سبيلا لكن ما دام هيا ضد بيت إلهي ولو هي وحي دور بذان إن أرن كاسو كسو قبا قبابه والوصو أف ميرو هشيس هدي هشيس كاسو وضع الله حلو طبعا تابعوا موجينة يا قريش هشيس مجع لأ مركي أي دقال كل جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن سحابة ديساء هشيس كان وحاكا كيري محايلة بيت إلهي بلوين حرمت محايلة ولي وحايلة ماشي جرى بقايا دين إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسي ولي وحباك صهارة شركيات فربضان بهاي سجد جرين دين فربضان دين تنتهي ذبضان هبا تحريفيان أم بقلك بسياشن إسيال نص ثمن ثلث هبا قطن تانا لكن ولي وحاك قدن بايا حرمة بيتك إن مركا لقداسي ويقدن بيسا ولي وحاك قدن بيسا حرمة بلا حرمة له إعاقان ياشا اللي يري لما دقع لم يكر ولي ويقدن بيسا لكن وحي ديديان داد كان صعدي واركان عيدا دولان ايوغو دولان كو اي مركة ديديان دبا النبي صلى الله عليه وسلم فكر كان ان عمره ورجيه وحا مركة دنبا لها ابو بكر رضي الله عنه ارضاه سيدة مركة تاريخ ذو اي قريس هدبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيدا كاسو الله صبحي وحا الله صعدت صلوات ربي وسلام عليه زوجي سؤمه سلما وإلا صعدت لكن مركي لسيس عضو ومنطقة الحديبية مركة لقاري
بنبقى صلى الله عليه وسلم كوها كان دونا. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم منطقة الحديبية على بعد مرحلة مكة إن أجرت هالمرحلة ودركت إن شاء الله جيوغرافيك اللي وانت المعنى هالكائد عضو مركو إن أجر سيد النبي صلى الله عليه وسلم وحط رحاله فيها وماشى وإسكدقي. طبعا قصة أنه كاتب كوح الربائي سحابي قون إن بره لكن وحماشى كم قن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودري إلى له بصر بودري ور إذا كان ور النبي محمد وضد كويس ديال قرينا إن في قريش دجال بيو ديال قربي إن الله دجال لما. طبعا مركي حديبية لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم هالشي القصوى هل كاسي كوها كتوين نقاق كوين النبي صلى الله عليه وسلم يقول القصوى هشان ما قعيدو سيدا أوي عادة دو ماها إني هل أي هكتو أما أخلاق حن أي لتي ماضو أما أي سعون وإذا أخلاق وما أهانه لكن حبس حابس الفيلي مروديجي كعبده كسو الدولي وحي حيره كعبده كعليبه عليبي روح باجره هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مركا اسكدكت ماشي مركا اللي قاري كذب وحاب الله بنا مركا طفقت السهراء تروح وتغدو بينه وبين قريش وطال بين الفريقين التراجع والتفاوض هل كان مركو النبي صلى الله عليه وسلم ودقي ماشي الحديبيه كعبدنا هل كان اي تهي قلنا ان اي تقال ديار ويهن اليهن هدي ماشي لوك سؤال ديغان انك مدن كودا مرينين اليهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابتي سنه ضد عمره وصعد ايهن ودقال اني اسعن مركي ماشي مريسو طبعا وحال لي صدري رق قلاب وقلاب ارجوين بالله صدري النبي قنا دنكي سي وحا كسعودي عثمان بن عفان وطل الدريو هل كان وحا كايمان نيكا لو مغعابو عروه ابن مسعود اسم مسعود مركا مسعود الثقفي نيكا سكسعودي هضبا إلى أن جاء سهيل بن عمر سفير المشركين وحا مركا يميد من لقوم قعبه سهيل بن عمر أو سفير أهل المشركين وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقفل عائدا إلى المدينة هجيز بهالك مركا مري هجيزكم هو ها مركا نبي محمد يقروب كي سبا إن إسكال لابتان ومدينة يكون لابتان وحبا مكا أني سهويس هاي محل غير عمران أسع الناي وأن يرجى أو يرجى عمرته أو يرجى عمرته إلى العام القادم عمر دي سنة سنة كدمي له دي بودكتو سنة كان لكن وحفيزة والذين سينا يو يسوق جليتان المكسو جليس المكان ملها هذا صواق شان وأدو برارتانا تيرادان إلا وإلا عمري نجاك لجنت أنا إسكو لع يو إن أنا أسجر عني جاري سوي معنيه هل كاس أما هو شاس النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن صنع كدم ما دام إيمانه محل الرعية شريطة أن يدخل مكة بغير سلاح مكة وإيمان إنسان لكن هو بمصر قادم كرتا لبو شرط جسد حاد وأن يخرج منها هو من نعر بعد 3 أيام هدي ماذا في زهل السيء هل كأكون جيم وسد حمال موت وعندها كبرنا أوفي ستي قانون كاد مالك كاد بعدين بقى إيمان إنسان كدي منه هول كلا إيمان إنسان مركة كن إيشان بقول صعدة وبيت إله عدك حكت أنا لهين الرب إن عمر إنسان إن ضد جار إس حجيان أو يرادان مسوق لي كرتان لقنا مسوق لي كرتان دبنا ولابت سنة كذا ما دمان إنسان هو بالآن بعد دمان إنسان سد حمار ما بلدي أقول له أنت هسال الله شيء محاكل الرأس هذا وأن يكون بين المسلمين وقريش صلح مدته 10 أعوام هشيس نوالك على صحيح ذي هشيس إنه لحمره مسلمين تأي قريش هشيس 8 سنة طبعا كان سنة محل الربا يسود خلالها السلام بين الفريقين لبدا كوحاد بوح دقالة ولا سؤال وسيو أما لك عينيو أما يسكود عينو سنجن منطقة الجزيرة العربية أيضا تنيز إن النقطة مال مركا ايضا النبات اي كجرتو لب انو كجر هجيس كاسنا ولا كلا صحيح ده. طبعا هجيس كان مركا لا صحيح ذي قول يري مسو قلي كرتان لابت ما عمر يسان كرتان لابت سنة كدوم بانيين اقول لي هجيس كان مركو ماشي فعظم الامر على المسلمين المسلمين تؤرنك اد بقلوين هذا وكبر عليهم أن يصدهم المشركون عن بيت الله الحرام هذا صد وحقاد ألوين هذا إن المشركين تا لمن كان مشركين تا
أي أبا بحان إن ذاتك كان أي كضوضان بيت إلهي كهر إستاغان ويكو أتكات سا أي تاي نمانك ديدي ويري لغ مصر بيك كرتان بيت إلهي مصر قلي كرتان وأن يبرم مع قريش هذا العقد هذا نهيشيس للاقر النبي صلى الله عليه وسلم وقاتي صلى الله عليه وسلم سيدا أي تلمامي المؤرخين توحي ليهن قال سيدا النبي صلى الله عليه وسلم هشيس كانوا قادنا يو ما أهين قو آنكو حالي دالي ما أهين من مركة أقوبة وكل الشماعي لكن النبي صلى الله عليه وسلم خضض ويؤدك سنيت كارتا كارتا وأجي هبا هيد عن وحي إن صار لديه دونو إن صار هولها إيمان دونان إنو قو آنكا قادن دون أما هين قو آن مركيبة العصرية أو دليي ما هين وزاد الأمر قسوة على قلوب الصحابة الكرام وحاكرا كسيد دارن حتى وقلوب تودي رنتي قليل كوك يعني أن سهيل بن عمر نيك اللي هي يسوي إرقادة كأها ضرف كمشركين تأ اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاء من قريش إلى المسلمين مؤمنا بل هشيس كان أرك يعني ولا قرتي صنع كدن بإماذا يف لايك صدح ما مرض بعد هيس حق وليدي إن الجوكتان هم سو قادن كرتان هشيس كطوان كسان ولا قرتي قلبة قلبة فائدة أتهي لكن وحبالك على سيح حتى أمرك وحلك على سيح يعني مركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول قروح يري هدان أقنى هنا هذا رسول تاكل ما تضيع لنا نقعد ترتر بسم الله الرحمن الرحيم مركو قرن هنو قرن بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنا غير الرحمن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم أنت وح ولا وحي ربان القرآن وحي يقول ربان الله قرآن وحا كسي فالح وكجري ماشي يعني ومركا طبعا ان ان عقلي غير ما غابن ان وح قصلي نو والا فاذا ولي ولاك دونا ان من جاء من قريش الى المسلمين مؤمنا من رجل او امراه رد الرسول الى قريش قفك ايه كسو اسلاما نين مشرك هدو سو اسلاما رجل يضم بعيد دونا النقضه لم يدد والعلني قريش اللي علني سو مؤمن نين مؤمنة إيمانة أشهد أن لا إله إلا الله أو مؤمنة وحور ربا إنه كسوا بردك مسلمين تحلو علي أنه لا سعيني وانيا مرض هدو قرشي هاي كم الرعيك هاي قدرك كالي وأن من جاء من المسلمين إلى قريش مرتدا عن الإسلام لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم هدي قف إذنك إذن كر الدوبة مسلمين تكمده أو ربا إنك نقصوا بيرنا بعيدين كرتان أنك أسكالي هذا كارك يعني بمعنى كان مسلم كان إنك يكون بيري كرو كان ردوا بنا معيشن كرتان أنا كان صورة عن الإنسان لا بد أمر بوين أنا فائدة الهل بدنا نهشيس مركا كلا صحيحنا جو بدنا part two أما وقف ككلا ضرف ككلا لا بد الضرف هشيس كود الجلي لا بد parties هذا ميت كأود الشيء كان يا أيا وحود دانا قرطة يومرك وحيسو أركين إنه يهندت سيادة له زعامة له أود له بيت كان مسؤول كيهين وحي دونا أيرين كران مرك الدكتيشن نتلا بضن هكذا كل شيء item 1 2 3 أنت وحلا تحيا شرد جان وشرد مرك رنتي لبكي سله أما حنون كوك يعني بعض الصحابة مما أثار حفيظة عمر بن عمر بن الخطاب عمر الخطاب وكعره ذا مرك أدب وحناق فوثب إلى الصديق صديق أبو بكر بأسكو الشبي وقال مركب سفير بل سؤاله يدين أرك يا أبا بكر حنك ويدين مركب سفير قال نعم هاي قال أليس محمد برسول الله أبو بكر عمر بحال عمر الخطاب النبي محمد صلى رسول الله معه قال بلها قل ألسنا بالمسلمين أنه مسلمين مني قال بلها قال أوليس بالمشركين سؤال المشركين ما قال بلها قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا حضبا محل لينا انت واقبلينا مركي الدين كي نتاج انت اذا نبي محمد رسول رسول الله حقته ان قد المسلمين ربا ان ها او وحنا الله او يوح الهواء يهين ليش عاد ان اقبل ان هذه الدنيا يعني اللي نجيسك حكم مقطع مسلمين ان قعن حسين يغ لو يري بل هل سردي او فائده له ام قنكرا ماشو نبطها النقطه ددك دم بي مركا باشا ودا مالي لكن لك كلا كأه عمري دي بالقى علي هذا صوم قانا إنسان هبكي نصوم ديجا هذا إيمان إنسان سند حمل موت جوجا هاي ما أردت مركز ماشيت ما ذا هذانا ما أردت قفكي هذا إني كسو ردوبنا ما أردت أنا جنوس وداي قفكي مو مكان إني ما إيمان كر
على ما نعطي الدنية في ديننا محال نيدنانتا يقع عنها وصينتا وقاضنا. أبو بكر جوابت يسألك، فقال أبو بكر في حزم، أبو بكر أو حظي السي يعني قوانا ضد أكجر رنتي إسحك ميني بروح يلي إلزم أمر النبي يا عمر، عمره نبي أمر كيسة سزاي نبي أمر كيسة قاضي هلك هو النافع. وإني سأدان أنو أهي أبو بكر أشهد وأشهد أنه رسول الله، أنا أرتو أن قرسان رسولك لأنه يهي. فقال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله، أنا أرد أنا دي دو يعني أنا برسولك على محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله هو أنوجه. ثم مضى عمر، عمر هذانا أنت كما هرينا وحوحي سو مقرصد عمر رضي الله عنه أرضاه ما هذا النبي قداشي وكله هي عمر إلى النبي بؤادي صلى الله عليه وسلم نبي قصد لي هذانا مركب سريع نبي الله النبي الله ألست برسول الله ميانا رسولك اللهين؟ قال بلى ها أولسنا بالمسلمين إنهم سو مسلمين مني؟ قال بلى ها أوليسوا بالمشركين سويقوا مشركين؟ قال بلى ها. فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا واي لنات او نقبل ان امرك وحو هدي له ابو او اي نور فديان نبي نمدين اي سغنت اسلام نمدين اي سغنت الى هين جل وعلا مرب ولجر مسلم نبي ولجر ليش او نقبلنا نبي صلى الله عليه وسلم سد جنب اهل الارك عليه الصلاه والسلام اني عبد الله ورسوله ولن اخالف امره ولن يضيعني الله ابدا أنوح أنا إلهي أدون كيسة رسول كيسة مرنوا ما خلافة وما بال مري أمرك الرسول الإلهي سبحانه وتعالى إلهينا إما ضيع دونه ألقى حكا قارتي ولن أخالف أمره النبي قال إنه سنقوان كان تلقائي أهين وإمبروفايز أهين من مركة ماشي كل شيء إنه صنعين إنه يقوان إلهي سبحانه وتعالى ويرسل أقال. قال عمر بحيل عمر خطاب مركة مالين كوكل والعظيم وأن كوغيت مواقف فرد بضمبا أكل بوها وحيري فما زلت بعد ذلك مالك هذا الذي يجتهي وصيد كل الآن أبو بكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤبر وراه لي لقبل الله مال انت كما تجين بلا أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق إن صدقنا بحسن أصوم كبدين وكف بحلقة الله وحفرت كب حسن وأن تكن بحلقة الله فرت وحكب حسن وأعتق من أضام الحرين حاسس أصلاً مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ أنا كبقيه هذا الكي مالك أن كهر لي إني وحقيقي ماذا حتى رجوت أن يكون الله قد عفى عني إلا أن أسري الله إله مرح هذا الخير كان لتي من إله وبسكك عفية يعني بمعنى وحبي مالك أس عمر أدب وقاقع من موضي هذا الله كل كل ويري طالما ما هند معركتي دين دينك أقول نسريني نبي يقول لنكي ساها دين تنبور مركا إني مال مرتو مركا وحكرا كمان. ولما تم توقيع العقد مركا هشيز كسيدا أنها وحن عبار سنة مركي لصحيح بين النبي صلى الله عليه وسلم قريش نبي محمد قريش مركي هشيز كان لك لصحيح ذي قفل الرسول راجعا للمدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدينة سجل لابت إلا هشيز كمحوها إنها لا لابت مدينة لكنه ما كاد يستقر بها قليلا هذا كان مركا هدا أبه عنا إلا بصير ولي سحابي والله أنا سوف ولي كمان هلين هذا بلا بان دونتا نبي مركو ان ير هلكا كو هكدي وحال راه مركا قصده ان بلوغيده وان قبت سيو وان هلي شي سيو مؤلفك ماشي اي كب لا بان يس او بصير اي قصديسا وحالكا كب لا بان يس مركو نبي صلى الله عليه وسلم توم تغي المدينه المنوره وتو اي كل نستي حتى تعرضت ذمته ومواثيقه لاختبار قاس بسبب ابي بصير عتبه ابن اسيد بطل قصتنا هذه نبي محمد صلى الله عليه وسلم هشيسكي وصاق قلي يوحي ولص الصحيحين منك قريشتا إلهي سبحانه وتعالى وحكو كان امتحان أذكبا في مرك إلا أن أيضا نسك هشيسكي هو قرى وإلا أوفيو إن implementation أي قلانو اللي أوفيو أو لميال مريانا مركيبا وحاكو يمت لباتوين يوحيبا حكية وحانا أصاب سحابي كمانتا وكهل لأنه كاركتر كقصة المركة مانتا إنه مركا إنه الرحمن علي مؤلف فلنترك له الكلام ليروي قصته المثيرة بل إسايا نديرين إنه الرمان وقصة آدي أدوق روح بضان أو رنتي حيسان له قال أبو بصير أبو بصير بها اللي يحيد حاكو كان أبو بصير إنه هشيس كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تو صوصح ذي وما أركتي وهشيس كالنبي وككع عن القضاء علي
كنت رجلا من المؤمنين المستضعفين أنا حدان أبو بصير أهي أنا هي أبو بصير أنا هي وحانا ها أنين مؤمنين تكمل قوة الله تعالى در ريستاء تتكو حانا هاي ماذا حلو قلت هذه إذ لم يكن لي بمكة عشيرة تحميني أو رجال يجيروني ما حي مكة نوحا كلي أوه قرابنا كما لها إلى لسه رج إمان قلينا ما لها نين كلي ماشى مرة يعد له جهي بسنة يجيرونه رير لو جاب بقنا يجيرونه وح يسكت بعين كلينه كلي بعنا هابير ماشى ملسوق يعني ماشى يسكت تاجن بعنا مو من نوانا. وكانت قريش قد صبت علي صوت عذاب قريش مرك انت اي عذابي كرت النوع والبو عذاب نوائي مرسة بسبب مفارقتي لدينها ونبذي لأوثانها وحكرا اغمانا هيس وحيقو هيستين وحايا هاي دين تو دي بان كبحي آلي هذو دين هل كاسان كتور. ولما أخذ المسلمين يهاجرون إلى المدينة مؤمنين تمرك آلين مدينة لو هجروا دي حبستني قريش أنا مؤمنين تمرعين الراعي لها لكن حب نيوان كوا حيري ويقول لك فلم تسمح لي بالهجرة مع المهاجرين ويدي دين اللي ما أقلان إن المهاجرين تله جروده وتركتني أتقلب على نار مشبوبة من غيظها وحقدها هل كان مركة عرضوا داس أيا مركة الإير ريبي يعني عرضوا دوحو كدقها ضب إسكاك عاية ووح الله إن لا إسكاك قبصة الله هيستا إلا كوة كالقاركودة دي اللي قلت لك الرير كودة أبصو مركيبة أصو كعية أقر قاري ولا ورنرقة فرحة كقادة مطلع من كرتان قاركود وحيها لين ضد مغنقلي ومغنطو ذا يكون بحصدان وإلا يسوق وقلقو لكن كان وحيري لا ما يجيرني عدي ما قال لي سنه ملها ولا عشيره تحميني قرابه الى الانسان مكان ملها مركب وحوش كان نقض اسغا نين ما عرفت استرا شونيو مركب سبا مركب الراو ان الحناقه اسغا لسك درباحو كي جيت كم راي اسكا شان كوليو كان دكت كجيدو عذاب لمريو ضب لمريو ادو كي اسكا حناق سم اسو كو قرب حمرك فين ساسا اسكا فكانت كلما اصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركه او غزوه وهي هي المركب مركز النبي صلى الله عليه وسلم معركة انت الدقال لك قاله ونمنك قريش هدي جب وكوي ماذا مد لقد دلو انتقمت مني ومن إخواني مصلحفين أنا إيه كوكرة إلى ماذا أو يقول الله تعالى در ريسو ضد ماشي أنا كل سن بعد لقى أرسن جريبي مركز أنا جو حامس كهين ضد مدور صوم أك إكس ماشي يال وأنا لا إمالة وأنا لا جراء قريش ليبكو صوت معي أنا جا نجا أرسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابي غزو كسو قوليسني أنا جانا لطمابي وبسكت تاجرنا هوا الذين حبستهم عندهم أشد الانتقام سبأن بل نوع أركور سنجربير وحيري يضا ماشي أي مريسو ثم سنحت لي غفلة من قريش فاغتنمتها مركي وحان هلبير جانس بان كهلا لمن كي قريش يقول لوهن وأبصم ما عنده ده وإسكب أحسن بان فرصت كهلا فرصة بان تسيد وقف أيدي استبين ومضيت فارا بديني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دين تيدي وانا لا عربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بان ادبي لكن ابو بصير مركم مر اصاب دقائقه او جانس كان او هل الا قريش مركم مشغول صنايع وحق لا يعني يكون مشغول صنايع ارمهن عصب يو ما عرفتي ارنكي حد حديبي هشيسكي ما قال وانا اصلا قصنيت ان ذاتك يعني اوجين بيري او على حين غفله من اهلها بان مدينه صعبه عربي محل لي مركه وانا لا اعلم من صلح الحديبيه الا القليل ان هشيس كان ونعنا ما بقى لا صعد بقى بظن كلام صعد النبي يقول يمد العليون بقى وجه لكن دي تيليس كان قف كمؤمن هدو هلك يمد الا سوء الدون انه ما يقبل مرك ابو بصير هشيس كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان من كان لا صحيح دي مرك لا ايغو ما كان دعي دونا انها هدو مدينتك انها الا سوء علي الا هشيس كان قرانت صمه وايدم شرايند قال ابو بصير له فمضيت وان دقائق بره اغض السير نحو المدينه انا دقدقي حق المدينه اسكو حمد اسكو شبيب يطير بي الشوق الى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وحدوني الحنين الى العيش مع المسلمين ايضو هلو ايو جعيل ايو او انت اي مركا هذا يعني ارضي ايام حان تقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايش يسان هذا خلاص نمك وكسب بحثتي الى وكوبت بادي new page baad adoon soo tahriibo isiri waad ka soo baxsatay dibkii email waxa baa hadda timid iyo oo kale yani xaaladiisu waa xaalad ka duwan nin maalmo la garaaco cid ka dhicinaysa inay jirin oo maanta down trodana oo cid buu xisaabinaysa inay jirin
ومان تجيري رسول الله لك الميسار نحن محمد صلى الله عليه وسلم سوء هذا بالأرك وحيري فما أن وطئت قدمي المدينة مركي إلا وضع الصام صام وضع صام مدينة أصلي وان شو قاري واكتحلت عيناي بمرأة الرسول عليه الصلاة والسلام أما إن لكو إن لكو شيء النبي أركتان كيسو النبي أن أركبك وضع حتى بعثت قريش بكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قريش بمركي هذا في أغاتي مركي والنبال هذه وكان وكالصعود قريش النبي قوة الصعود يالا الله صدري مع الرجل من بني عامر كو إيو مولى من مواليها من راب بني عامر إن من مولاه وديئة مولاها كمان ألان ميشا لكن وأن الكاسيكا للو قرابيستي لبان نبال صدري يالله صدر النبي صلى الله عليه وسلم نبال كم حاكو قرن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمر قد حاكو قرن أن يردني إليها عملا بشروط الصلح إن أني إليه يضا لو عمل فلي شروطه لك على سيده شيسك أبو بصير مركب حلقة صدر بدر ورقة هذه سا أو كسعته كارتركا نمن كي قريش أو كسعته النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بصير هل سوء إليه النبي مركب كان وكو قسبان يمرك إنه إليه ليش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولي يبلن كمان بحين مقو بيالين ما عشان بلن بو صامر صاق علي وحوالا صاق على سيده وكو قسبان سيده الوفودي صلى الله عليه وسلم نما روات وحكى إيمان ونتيجة وما شيء لكن هو قسبني قال أبو بصير بحير أبو بصير حضري ولم أكن أتوقع ولي ما في ليل يقول أنا صادعين أن يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى ما كنت فيه من البلاء والعودة إلى أسر قريش إنه النبي إفاري وإليه هاي دي بقول له بلدي كهيسات دي بقول له نمك يا قريش هسكا كهيسات النبي ده هاي وحان كوفة كرا ولي يتماهن بعد أن نجوت منهم بنفسي وديني مر هدي بإلهي نفس الدين يدي كي يسوب بالي مر نبك ما فكرين أو إسكما ورد عدعين ما دي حيقا نكو مصر عدعين نبقى كعلين دونا لكن محمد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال نبقى أنتو سائبوا سوى الجيس وحيل يا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت من العهد قد كاد أكتها قريشة كصوب بحسوت أكتها هشيس بانو لقلني ولا يصلح في ديننا الغدر دين تينا نكوان بانانا دقرتا إن هشيس لقوب يورو لقبحو دين تينا نكوان بانانا وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق إلى قومي ألي إنت كولم متكا هل كان لغو تقدر يستئ ولا لها إلهي فرج إيمالا المشكلة لك أقبح ذنبو إذي يلي ياي هذا هل كانت كتمت الله أبو هذا البوس كأليه أبو بصير تقنال لها يتكور سو أرن أرقما وأني من هدن إنتيكو أقالين ولين أبح ستي هدي لغو هل محمد لامس يعني معنى ما لم بقى عن بالو قوصانة ما لم بقى صن ما أنت صنك بريق عن تبيده ما أنفرت بيديك يعني سي بأن بالو عذاب مركسي هذا يقول تحن يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني رسول الله موحد يعلني سام المشركين إنه يقف النيان دين كي يعني مركا دي اللي يعلي مركا كان يساي لما كان سيد دونا بيجي يردن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير نبي هذا الكيس وكوبه انطلق بح لكن نبي كلمة دور راعيني مرة بدي قيسو انطلق ذا كليه كلمة دا أميان اللي يجين آخر كم حكا ذنبه فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فردا ومخرجا إلهي أليه إنت الله تقدر رئيسته وإلهي وحقوية للدونة فرج أي مشكلة لك أقبحان إي مخرج إكزيت باي من دونة وي أوت كو سولو يلابو قال أبو بصير بوحي فانطلقت لبن ينبع الله صدر سما ننجي راب بني عامر إي مولوه دي فانطلقت مع الرجل لبن ينبع الرعبي لبن ينبع الليل هك سوء الليل لبن ينبع الرعبي مركا كمال الكحيمر وحان سعنا وحتى إذا كنا بذي الحليفة ذو الحليفة مركا سوء قرني وضع ركتين تتك مدينة من نورة مركا عمرها دقوتين كسوح حرمضي وهذا آبار عالين اللي يقان وهذا ميقات أهل مدينة وقفكم مركو مدينة تجمع مركو عمرة أنا حد سحر مرية أو كسر سحر مرية مركي ماشي أن سوق جارنا في المنطقة جارنا كرتاء مركا بحوي جرت على بعد 6 أميال من المدينة ليه ما يلبق وجرتاء مركا ماشي مرية نبي جلسنا لنصيب شيء إننا راح هل كاسان مسافر يسنة إن أنا نصنه حقاير مسافر أكون جو ترنتي وأن أن سهلانين لابدين إن أنيه وأني ولا وضع مركو أني محبوس ولي هل سوء لي ولا سوء لي مركا بمواثيق
المكة طبعا هو كوري وطن اسكت نص عضان اسنا وحوم وطن. فقلت للقرشي نيك قرشي ايام حن كوير وانيك راب بني عامر، اصاري من سيفك هذا يا أبا يا اخا بني عامر؟ سيف هذا ما سيف افضل هبه. بل يتس قال عم حل. نعم ها وسيف افضل. وجعل يقص عليه من خبري كيت وكيت مركز كشي كي سيفتي سيفت وسيف بلاه والله هذا كهران ما شاء الله كريو هو المكوك كجسي وحي وكشي كي. فأبديت له عجبي من مركز أم جيب لنا سيف تأد ولا معي سيف عجيب لينيت. فلما رآني يعد من السيف هذا العجب مركو أركي إن سيف تسي ولا مع سنها عجيب تيد وأنا لعي. قال بحيرة انظره إن شئت بل أرك دارت سيف تويسو ديوك. فلما صار السيف في يدي سيف تمركي قعنتي سوق شيء قلت في نفسي وحان سيري مشرك يقودني الى المشركين ليفتنوني عن ديني. من المشركة انتو اكحايو ايجيني المشركين تسيب دينك يكفد نيان ويذيقونني شر العذاب عذاب كان اقدرون وكي اسوان مريني مية حتى اذا دميني اذا دنسيني والله لا انقاد له ولا امضي معه. معقول ما ان حق لقيسته ام ان راع بجرت من راعي بيقول قوانك اسمر قوسك حريق يعني إيه من المشرك سيد حواليه سكاك كحيل وحقيه وضعنا إنا يتعين إن أني يعني قف رواي من وكدله أنا إسكر راعي ستكون سيفتني قعدت يوم جرتها سيد الله ديبي وحير لقد بريئت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مركم حاكو قفلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سوما النبي قال له لقيت سوما وحير لقد بريئت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمني إليه رسولك سوما ذمة يسوى بريء وح مركها صار مركها ملها بل أنت سيب وقص وبحي نمن كيبو قعدت إيه جلي يسوي تيس وهو قتيب النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال بل أنت سي مجبين وقص وبحي فما علي إذا قتلته مركا أم حا إلى قدبون مركا هذا نيكن ديله سك يسوي ديني. ثم سللت السيف من غمدي سيفتي ومركي وقال كذا كلا صوب حي بره وعلو ترأسه به مركا سلم ذي حس كلا بدو الاستاج وقتلته هو بريسك كو نيكي ما شاء الله كبير. فلما رأى المولى الذي كان معه مصرعه كي لسعودي مولاها مركو أركانين كي إنه هلك أقول إنتي ولا هاري من وجهي أنت عروح كدي اسمه وأرد. فلم أتبعه ما برد بعد كم بيو بس كذا في إن لم يكن لي به أرب وحدنا كمال هين بيو أنا واحد ربينا بتبادو نينك مركو هلك أقول صدي مضح عن جوي بيو كين أو بحصة سيفتن أنوته. ومضى إلى المدينة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد نينك بحصة مركو نيكي موليه أها أيا المدينة وحو أرض سور ديبو النبي صلى الله عليه وسلم النبي قلت لي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم طالعا مره أركانيكي وصوص صعوده وموليه أها قال وحو إن هذا الرجل مذعور أصابه فزع نيكا وانين أرقى قحسن بي وحكيا بي بوصو أركي. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي مركو سوق قاربي ويحك مالك ومحاك وهيست. قال الحوير قتل صاحبكم صاحبي نيكي أبو بصيرها وصاحبك إنها أيا نيكي إلى سعر بني عامر كوكسي بالكدر. قال أبو بصير قصة نوسي وذحوي فوالله ما برح الرجل من مكانه حتى طلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا السيف الذي قتلت به القرشي نيكي ولي ماشي تاغن والنبي قال أشاكين ودعددي وقاقو الرمي إسوغو ماشي التاقن با أنا ماشي اللوح صور لقبور النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيفتي دي قروا أحسن أو واتها يا ناكا إمن بيون. وقلت مركا سامحا كوئي لرسول قال يا رسول الله قد وفد ذمتك وأدى الله عنك أدو بلانت هذا واتكسوا بحضي إلى هين وكاق ذي أدو حلوه ما هيست أو بصير إساق أسكو فطواني أحبا وحدي بماشي من جنة. قال بحير وكيف سداء أبو بصير ويشك قلت وحاني ربي لقد وفيت بعهدك رسول الله بل انت في سبت كصوب بحضي وأسلمتني إلى القوم يدا بيد لمن كينا قعنت انت هذه كحقيات يقعنت هذا الجليسي بيول. ثم امتنعت أنا بنفسي منهم أنا وحا كان لأي مد بيول وحا كان لعي قالت كذا أنا اسكال وحي يهم ونجوت بديني مخافة أن يفتنوني أو يعبثوا بي دين تيدن أنا لسه بتبادة أنا وكب بقية إنا إفرنيا أنا يقع يا رامي لكن بل انت صامة تي وكو اوغا نمن كان لغشاي ادواد غودت رسول الله. فالتفت الرسول الى من معي الى من معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم تساوس الجسدك ماشي تاغنا بكلمه دي هاد يري ويل امه
من مسعر حرب لو كان معه الرجال على ان كان محو ضبش لا هدي رجل وهلي لها وحبو اسكال بعين لها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة دابوية وحيدة. فوقعت مقالته هذه من نفس موقع كلمة دا والنبي جيري وانين كان وانين بلاءه ودبير انا شدين هدو الضيال قيل لهانا رجل هدو هلي لها وحبو وعذروا موجين لها كلمة دي ما البقى تابت البيض محوس مركز جبهة بو أبا بولي مركز. ثم أدعى أبو بصير يقول شيكت إسوء سني ونوسي وذبير لم يكن في وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستبقيني عنده. حيري النبي صلى الله عليه وسلم صورت قال وما هي المركز إنه ما شاء إيراد إسكجوك المدينة المنورة حرت صورت قال ما حين اللي بلنته والويسع توافاء بعهدي بلنته ويتاقنت هدي أبو بصير ليراد أوكي نينكي أنكود ديبي خلاص هذا كغالب نقضي بلنت ديوان او في مدينه اسكندريه جنوب مدينه كرم حيل ويل بلنت وي شقين 17 وحيري ولم يكن في وسعي ان اعود الى قريش الناس تقل اي ما هين ان قريش كلها نبي قال ماشي وما هين كرم اني ان هلك ما اذكر بعد ان قتلت صاحبه تيهرا الليله هذه تنا بكدر انا صاحب كودن وانديلي نين وان كدلي نين قريش وانديلي هذا تيوا بكدر انت الدم بكلا سي قلب بير. فمضيت مرك وحان قوستوير انا اسكال دقاق والنبي كان ان احراج قلنين ان ان هلاك اسقلنين حتى نزلت العيس على ساحل البحر مال العيس لغو مقعابه وحيب بداد احال كاسان دي كبير في الطريق التي كانت تسلكها قريش في تجارتها مع الشام وحي هل كاسان مال وضضاس او اسبارات اكتي بدي حراشة اي هدوي وانا وضضا اي مرام اسبارة حلالوي وماشى اي مرام قريش بيع مشر كودا مركب مره مركب روان ان الشام اذان شام او قدبان ويكسو قدبان مكه يكسو اللابتان هل كاس جيت كاسان قليل بيه وقمت هناك ماشى سان ديغان كالكتبية. ثم ما لبث ان سمع المسلمون المحتبسون في مكه قول الرسول عني مسلمين تا يقول الله يستياش اه هل كا لو قماضو لو تاقد الرئيس مكه دقن مركب مقلي النبي يري كالمدن اه ويل أمه من مسعير من مسعير حرب لو كان معه رجال وأنك كان ما أرتي وأن أن ضبير شذين أو دجال الوساء أو دجال أبا بلاء هذو الرج هيلي لها مرك كلمة مقلين فجعلوا يخرجون إليه واحدا بعد واحد بدمن بيجوس بير من جهدي أي صعبة تبير نول بوصال له وسوح له شأنه إيه ماذا بير حتى بلغنا نحو 70 رجلا تضبط نبر نقول بروح إذا بروح وبصير هو جميع فيه وسوي صمست أو بصير مركة النبي صلى الله عليه وسلم وحي حراجة مجل نسدي سنة ما هلاين هل كاسو ماشا أي مركو حكاك ليكتدي قام وكان أول هؤلاء خروجا إليه نينكي أقوه الرئيس صبح يوهاب أبو جندل ابن سهيل بن عمر أبو جندل سهيل بن عمر سهيل بن عمر واحد سستان صمع سهيل بن عمر وأنينكي كسو عدا صمع إرقاها واركا هل كان مركو حقيقي من أبو جندل نينكا بعد عليه فجعلنا نقطع الطريق التجارة على قريش مركز سامحا بالله إن أن هلك والدقوية كسر منه بمشترك قريش فلا نظفر بأحد منهم إلا قتلنا قفك ماشي صمر وكو ولا تمر بنا عير لها إلا أخذناها ويحي راشننا كعنتها في بيه النبي هلك سو ماشي بكتي قريش مركز هلك أنا أبدا قوي كوي سوس عدن ويسوق قلوايا نفتا قبت وقد اشتد سعيدنا وقوية شوكتنا وأدبا وحوق يسلم عيدا حوق له وحسكن بعنكرة وضد كجران نقل نبير ضد الشاقه وغدونا في حوليق قريش رونتان نقل نبير نقض مضاجعه هرددا ونوديدنا ونبث الذعر في قوافلها بقذنا وكبرنا وقال مشركين اشتاله وضد كإمبارق وكسور رقمه عنق بطين وكتي ماضه الراشين ويان اما اينا يرجع نسكن عيانه يعني في المال أيوة دقائقان مركي وين حتى ضاقت بنا درعا أو درعا وعيتها الحيل في أمرنا آد بين وجود دالين بي وحكستنا وإسكت ديان وين وجود دالين مركي ماشى مريس أو بصير وهلك عيدا كماشى وكويستو أبو جندل نقوصه دقائقي تضبط تنين أو لو أمريكين أيهين نمك القريش وردد اللو ديدي بانيك وكويمد راشين أي ماشى كوهين رجودي إلى ليني مركي حالة مريس فكتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله بأرحامها أن يدعونا إليه وتعلن أنها نزلت عن شرطها المتعلق بنا ورقد بيسوق قرن النبي صلى الله عليه وسلم وسوق قرن قريش بسوق قرن يقول إليها بنقول دارين يرحم كان نجد محمد والنمان كأويارو مدينة كعلي
heshiiskii naga dhexeeyo ahaa hal celiyan waan ka baxan bi kaba ka tanazul qodobkaas waa la tuuray maanta laga bilaabo wuxuu noqonayaa mid wax laga soo qaaday ninka nimanka naga celin bas qaal abu jandal wuxuu صاحب ابي بصير ونك كان ومركه وعم وقت انه كحجين بقول نقضي وفيما نحن كذلك انه حالات ذاك الجنة اسك نعمه يسني وصلنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فيه الى القدوم عليه النبي جاء ايا انه سو غارت فرينتي سي اي ان المدينه كسو لابنا تضواتن كين وكان يومئذ اخي ابو بصير مريضا مرض الموت ابو بصير مركه مركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورقد يسو ايمان يسو أمرنا وكب حين يتدبال تنكينا ساو سعطان عيدا كوردنبا كسو اللحي المدينة من وراء إمادة أو بصير مركو وحرارو أدو حنون سي حنون بقيمت وأنا حنون كي كنا في بحلها فأعطيته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى شفتيه وقبله نبيه أيا نودي وقد وصاقر انتو صا وأغي ولبيسة بشيماد اللوي مركاس أمن كذي سو أدو فرحسن ثم فاضت روحه هل كاسو كنا في بحل مركو يقول إسقوا له اقرأ عني السلام على رسول الله رسولك يقول سلام أو بصير مركة رسول كان إحراج مجلم عيدا كينا وكان بدك له سياسة وأحرية بلنتم وكسب بحركة بصير مركة وكل انتي رحمة الله عليه ورضي الله عنه أرضاه فواريناه ترابه هناك هل كاسم كحبا لما يشاس ولحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا كين انتي كلنا نبي كان أني مدبير رضي الله عن مسعري الحرب أبي بصير نك كان دجالها إنك الله راضي كان نقض فقد عاش معذبا في سبيل الله والعذاب ومات مشردا في سبيل الله سجوا بحصدنا وضد إله بكل انتهرنتي لكن مرحلة حصام مرتعدي ونمك وكأرصدة نبكي لو هي نورتي وكأرصدة دين تنمرك ولاي وعمرك إني الرباع إن أن 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 دول مري الخصم بيو هشيس كان وهشيس تفسير مركي أن مرينا تفسير كي مركي مرينا سيرة ضبا أد ما أوصفها فهني وحلقوا ميقا جوانب تلحي للتأسيس الشرعي. كنت هشيس كان ما إن أنه كأج من مفردات ك لأن كأنه زاوية ذات أم كأج إنه وزاوية عمر الخطاب كأج هاي مثلا أن نقبل الدنية في ديننا مرك لأن كلا يعو نيكي مرك لقى أجو حد مدعو حي إنه يهين واحد نوع عن ما أو مسلمين تليدنا إنه كجيران لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحنا لم بقوا مقدم. وحيب ولا السعودي إن وحنا لقى بحد دانه إن قريش بهاش إنه يودي دونين إن أبو بصير وإمام دانه وحنا عن وحيب النبي صلى الله عليه وسلم كوجا إذا وح عدو قد مركه هرد ظاهر كود مودس إن الشر كويهين لكن خير إلهي خاص تجي بهجرة وإلهي حلو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم الله يعلم أنتم لا تعلم مر هذا أرمك يا والله يعلم أنتم لا تعلمون إلهي مبجران إنكم مجران كرتان ما أشوف حلقة إيجي ما زيد على ذلك هضنا إلهي سبحانه وتعالى مر قصة الموسى وخضر وكذا ظاهر كوح أمه قتا نن أنتوي ماذا دون بض مرة يس إن تدو ليه بيوه يس أوصل برقان على جاب إنا لما شاطه المرة ماشي وسرك كف كسينة ضد دي ذي إن ضد مر مرتي صارانه دنه هو دوقة وأنا مر كظاهر كأنك أجن ووح عقلي أنا أقبله لكن باطنك وحاكوجرة عجائب هذا بنبي محمد صلى الله عليه وسلم معنى إذا ما إن علم باطن وجرأه وحنو وحيه طبعا من ذكره طبعا كي سنة اللي يري ضدك هشيس هالوصل ضبال الجزيرة العربية يعني لدك علمه وطبعا كي اي دين تسايتها وفافته هذا حالما رسانة كل حال دين تسايتها وفافته ومركي وفود ومركي انكسو صحابات انكال لين بعض الجهاد اي صو اسلامي مركي انكال لين وقتي وفود بضني وضف ربضان اي حق يعني اهلا جانس ان دين تنمكا بجيسان محال قريش بوضد اتقني كيما ذي كل الجر هجيس كان محوك كان تضبعت أنك إن إيماش الجوج إن إله سبحانه وتعالى كحرج هدي كلا بقول إيماش يصير الجر لها مركا لن كان مركا لقى إيوه لكن مركا لأن هجيس هلا صحيح ذو إن جنحوا للسلم أما للسلم في قراءة فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع البصير مركا لا تمام بيو إذا شرود إن وضع طول وحول بقى لما الملائكة سلح الحديبية قبينا عندها نما سلح الحديبية هو شيء ستاندر وي نعم وفلكسبيليتي بيقول لي انتنائي ولا ما له مال بالله صار كرا لكن وان شروط دي حلقها كم وقتي وان لا حل اي اجواء دي ماشي كم وقتي وان لا حل هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذو دق دق لي لها انا قاعد نود دي سن دغال قادنا هذو سن النبي صلى الله عليه وسلم لو حد دغال دغال لهين هذه شيء قال كود اسكل لي تاون اقبل لهين وحا دعي لهيد مركه جوا جانس كان لها 18 سنه دينته كفافته
todobaatanki sano todobaatanki nin meesha ku jiro ilaahay saa ku soo xoreeyay quraish oo sanka taageysa iyaga baryootamaysa nas'aluka bi arhamina ilaaha baan kugu dhaarinay qaraa baan ahayn warniyo maxamed oo saa nootor iyaga baryootamay inay yimaadaan nimanka shalay kibre kulli waxay muujinayaan waxa heshiiska aad galaysid hadduu yahay long term mid la eegayo mustaqbalka cala lmada albaciid waa yani wuxuu leeyahy mirihiisuu leeyahy idan siyaasadan waa sidaas wey siyaasaddu maaha waxadda taagan in la taxliilinayo waa inaad ka fikirtaa maxaa iman doona 10 sano kadib maxaa iman doona jiilkan maxaa ku iman doona mustaqbalka maxaa ku iman doona laakiin 4 kumi oo diyaar haddaan daf iska dhahno diil yar okisiyona haddaan markiiba xisxiis la boodno waxaan macno lahayn markaan falcelin ka samayno runtii maaha siyaasad iyadu markaa salkeedu hoos u fadhiya maaha waana meesha loo baahan yahay baciid almada in la eego salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muxuu mudacsaday maxaa iman doona 10 sano maxaa laga faa'iidi doona 7 kanina meesha ilaahay subxaana wa taala kusoo badbaadiyey arag quraysh oo sanka taagaysa iyagoo markaa sanduleysan oo liita iyagoo baryootama waatay soo galeen nebigoo ballantii saytaa uga soo baxay ballantii ay ma aragtay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo dad fara badan oo saxaabada rasuulilah sal lay slamti halkaa lagu dalacsiiyey maxaa kaloo aad ma aragtay ilaahay subxaana wa tacaala waa tan ka soo hadlay oo markii cuhmaan ibn cafaan iyo markii la diray waa tan suuqa laysla soo galo la yiri waa la dilay cuhmaan baa la dilay oo kadib nabiga sal lay sl heshiiska uu la galo oo shalay aan ka soo hadalna ilaahay uu laqad rada cala almu'miniina id bayacunaka taxta shajarati qoladaa marka laga soo hadlay dad fara badan baa lagu dalacsiiyey raggii meesha jooga waxay noqdeen raggii baycati ridwaan bay noqdeen masaa'ishaasoo dhan marka la eego sulh xudaybiya wuxuu ahaa yani binaan min alifi ilaa yaa all stabilated conditions meesha ku qoran wax faa'iido leh oo muslimiinta ay soo hoyeen buu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariiso wa radia allahu can saxaaba wa ilaahuna billahi towfiq